قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وغيره. والحديث أيضا صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى بشواهده في السلسلة الصحيحة، وهو الحقيقة من أكثر المرغبات لقيام الليل بقليله وكثيره. من قام بعشر آيات، تدرون ما عشر آيات؟ أن تقرأ بعد الفاتحة سورة الفلق في ركعة وسورة الناس في الركعة الثانية، هذه 11 آية. من قرأ بعشر آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، هذا أدنى ما يكون يقوم به المؤمن ركعتين في الليل قبل أن ينام أو بعد أن يستيقظ قبل الفجر. 10 آيات يكفيك من فضلها أنك تخرج من وصف الغفلة، لم يكتب من الغافلين. ثم أتى بالمرتبة الثانية: ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. القنوت لله، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، الذي جاء الثناء على عباد الله تعالى به وعلى الصالحين في الأمة أنهم قانتون لله عز وجل، هذا وصفهم، وأدنى ذلك البلوغ إلى 100 آية. أما المرتبة الثالثة قال: ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، الذين حازوا القنطار من الأجر، والقناطير المبلغ والمقدار العظيم الكبير جدا، أعطي قنطارا من الأجر. وفي بعض الألفاظ لما بين القنطار قال: مثل الجبل العظيم من الأجر والحسنات. هذا بقراءته أو بقيامه بألف آية من كتاب الله الكريم.